Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am grateful and honored to be here in the historic and beautiful city of Khartoum. I'm very much وأنني ممتنا للغاية لحسن الاستقبال الذي حصلته والذي يقع ضمن التقاليد والضيافة التقليدية السودانية والتي حصلنا عليها أنا ووفد المرافق لي منذ وصولي. ولقد أجريت مع سعادة سيادة الرئيس عمر حسن البشير محادثات مثمرة جدا وحول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، ومعظم مناقشاتنا كانت قد جرت بتسهيل من السيد الرئيس، وكانت أول مناقشة ثنائية بيننا كانت حول تعزيز العلاقات ما بين حكومتينا. وكما تعلمون جميعا لدينا حقا علاقة بين الحكومتي السودان وأثيوبيا وثيقة جدا، ولكن نريد تطويرها وحتى رفعها إلى مستويات أعلى أيضا لكي نعمق العلاقات ما بين الشعبين. أيضا أن الإثيوبيين وهم في السودان يشعرون كأنهم يعيشون في وطنهم، وكذلك السودانيون الذين يعيشون في بلادنا يشعرون كأنهم في بلادهم ووطنهم، وهذا طبعا شعور موجود لدى الطرفين، لأن بلدينا وما لديهما عدد كبير من السكان، وأن وجود علاقات جيدة بين هذين الشعبين يمثل مثالا جيدا للعلاقات لبقية الدول والشعوب الأفريقية. وأننا أيضا ناقشنا بشكل معمق التحقيق العادل والتوزيع العادل لمياه النيل، واتفقنا على أن لدينا الحق في استثمار واستفادة من كل مصادرنا الطبيعية بطريقة مسؤولة، وكل الاستثمارات يجب أن تجري بطريقة تكون مفيدة لأثيوبيا وللسودان ولمصر، وليس لدينا أي نية لإلحاق الأذى بالسودان أو بمصر. وأن مناقشاتنا وكل استثماراتنا وكل استخدامنا لنهر النيل سيكون على أساس إعلان المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاثة واتفقت عليه. وفي رأينا أن استخدام نهر النيل من شأنه أن يفيد الدول الثلاثة ودون وجود ضرر كبير على أي طرف، وليس هناك أي مشروع 100% سالم وإن كان من داخل البلاد، ولكن المهم في ذلك هو تقليل إلى الحد الأدنى الجوانب السلبية من المشروع، وهذا هو ما نقوم به بطريقة مسؤولة جدا لحماية ولحماية أيضا مصالحنا ومصالح الدول الشقيقة. وأن المناقشات التي أجريناها حول نهر النيل والاستثمار سوية فيه ولحمايته سوية والمحافظة على مصواردنا في المستقبل القريب سوية، نحن سنبني ذلك سوية ونقيم تقدم المشروع وإنجازه، ولكي نستخدم من أجل فائدة أثيوبيا والسودان ومصر. كما أننا اتفقنا على التكامل الاقتصادي على أعلى النيل، وأن الرئيس عبر عن إرادته ورغبته في الربط أديس أبابا بالخرطوم بالسكك الحديدية التي تكون مفيدة للسودان ولأثيوبيا أفيان واحد، ولكي يستثمر سوية في هذا المشروع واستخدامه سوية. وليس هذا فقط، بل أيضا اتفقنا على توسيع التبادل الاقتصادي في السلع والخدمات بين البلدين، بحيث تشمل تبادل المستثمرين من هنا إلى أثيوبيا ومن السودان من أثيوبيا إلى السودان، بما يمكن أن يساعد على تعميق وتعزيز العلاقات بين شعبينا، إضافة إلى التكامل الاقتصادي. كما
إننا اتفقنا على أمن وسلامة وسلام المنطقة، إذ أن بلدينا يحظيان بشعبية كبيرة في القرن الأفريقي، وبالتالي علينا أن نتحمل مسؤولياتنا في تحقيق السلم والأمن ليس في إثيوبيا والسودان بل في المنطقة بشكل عام. زيارتي إلى السودان كانت مثمرة، وأن سيادة الرئيس كان في غاية اللطف في استقبالنا والشعور بمشاعرنا وآلامنا وفهم مشاكلنا وفي مساهمته الإيجابية لحل كل مشاكلنا. وكما سمعت فأن الرئيس قرر إطلاق كل السجناء الأثيوبيين، لأن الأثيوبيين يشعرون أن السودان هو بلدهم ووطنهم، وذلك نحن نقدر ما قام به مبادرة السيد الرئيس، وأن هذا القرار الذي اتخذه قرار رائع جدا، وهو درس لنا جميعا لكي نشعر فعلا أننا في وطننا. وفي شكل عام جرينا محادثاتنا هي رائعة في كل جوانبها، وإننا ممتنون لوجودنا هنا، وشكرا جزيلا. حقيقة أخيرا نشكر الأخ رئيس الوزراء. إذا نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي للرئيس السوداني وكذلك رئيس الوزراء الإثيوبي. الآن إلى الأخبار الرياضية مع حمزة الرافي.